عشان تتابع قناة الروشيتا من فضلك اشترك بالقناة ودوس لايك لو الفيديو عجبك وشارك الفيديو مع الآخرين، لربما الفيديو لو ما عجبكش أو ما نفعكش ممكن ينفع حد تاني، وفعل خاصية الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة بنعملها يوميا مع أطفالنا وبيتعرضوا ليها كل يوم، وفي الآخر بيحصل لبعض الأطفال منهم تأخر في النطق وتأخر في الكلام، واحنا مش عارفين ايه السبب وسبب جوه بيوتنا. هذا الامر هو ان انت تسيبي طفلك اللي هو في عمر الشهور، بالاخص بنتكلم عن عمر الشهور اللي لسه ما نطقش، بتقعديه قدام التلفزيون لفتره طويله او حتى لفتره وجيزه. الطفل في عمر الشهور يفضل ان هو ما يتعرضش للتلفزيون. التعرض للتلفزيون بالنسبه للاطفال في عمر الشهور بيأخر عندهم النطق بالكلام، يفضل عدم التعرض إلى التلفزيون بالذات. وهنتكلم عن هذا الأمر، ليه بيحصل تأخر في الكلام للي بيتعرضوا للتلفزيون بشكل تفصيلي في فيديو تاني، لكن حبينا نقول المعلومة سريعة: بلاش تعرضوا الأطفال للتلفزيون اللي هم في عمر شهور عشان ما يحصل لهمش تأخر في النطق في الكلام.